بصفته ممثلا للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، كان كاو تو رونغ مشغولا بزيارة أماكن مختلفة قبل حضوره إلى بكين لحضور المؤتمر، حيث شغل منصب عمدة البلدة ثم المحافظة ثم نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للولاية، والآن بعد تقاعده يشغل أيضا منصب نائب قائد المجموعة الرائدة لإنعاش الريف في بلدة تو لونغ تيانغ. وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية قاد كاو رفاقه من قومية تو لونغ من الفقر إلى الرخاء، ولهذا السبب حصل أيضاً على اللقب الفخري الوطني قدوة الشعب. 那您应当说是从公职上退休已经不少年了，您为什么还要把这些责任还担起来呀？现在退下来以后，是我还有一个共产党员，我能够做这一件事，不过分也是应该的。脱贫攻坚结束以后，党和政府呢又接着乡村振兴，还要继续引导他们。 تقع بلدة تو لونغ تيان عند تقاطع الصين وميانمار، وبعد تأسيس الصين الجديدة انتقلت قومية تو لونغ مباشرة من المجتمع البدائي إلى المجتمع الاشتراكي، ومع ذلك أصبحت هذه المنطقة واحدة من أفقر المناطق في البلاد بسبب ضعف أسس التنمية وانعزال وسائل النقل. وفي عام 1954 ولد كاو تو رونغ في هذا المكان.这些未来的大哥大姐们都有读过书，都有知识的人，这样呢就我们讲老人们，我爷爷奶奶呀，老人们都知道，读书人不得了，有知识的人不得了。当时他们的想法是什么呀？老人们的愿望和老人们的这个希望呢，必须要读书，读书人通过知识来解决这个问题，才有希望。读书人。 أسس الحزب والحكومة مدرسة في بلدة تو لونغ تيان لتوفير فرص التعليم المجاني للمواطنين من قومية تو لونغ. وفي عام 1972 قبل كاو تو رونغ في مدرسة نو تيان للمعلمين. تركت الرحلة الأولى إلى مدرسة نو تيان للمعلمين انطباعاً عميقاً لدى كاو تو رونغ، حيث انزلق بالحبل أولاً ثم تسلق الجبال ومر عبر التلال ثم سار إلى مركز المحافظة ثم استقل حافلة المسافات الطويلة إلى المدرسة. 您到了这个城里之后，看到州府的这个那里的人们过的什么样的生活？国内这个日子大不一样，为什么？ 读了书以后还能够参加工作有收入。 سرعان ما أدرك كاو تو رونغ أنه يمكنه أيضاً أن يحيا حياة جيدة بدخل مثل أهل المدينة، لذا بعد أن تخرج في مدرسة نو تيان للمعلمين عام 1975 بقي في المدرسة وعمل سكرتيراً لعصبة الشبيبة الشيوعية الصينية. ومع ذلك فقد اتخذ خياراً غير متوقع، ففي عام 1979 استقال من وظيفته في مدرسة نو تيان للمعلمين وعاد إلى مسقط رأسه لتدريس في مدرسة با بو الابتدائية في بلدة تو لونغ تيان. 那如果回去的话，那就意味着你在州府里面打拼的一切都没了。光是我一个人，拿工资过好家里面日子，那这个对自己来说，也是可以说这个心里面放不下。放不下什么？还在穷。但是您已经改变了，我的日子已经改变了。光是我一个人好过日子不行。 周围呢，我们家里面，父亲呢，不好过日子，自己还是觉得没有脸不踏实，要让很多的孩子们读书，要很多很多的，叫同胞们，那孩子要培养出来。
كان كاو تو رونغ دائماً ما يفكر في تغيير الحياة الفقيرة للقرويين. لذا من عام 1984 إلى عام 1990 شغل كاو على التوالي مناصب نائب عمدة بلدة تو لون تيان ونائب أمين لجنة الحزب لبلدة تو لون تيان وعمدة البلدة. 那么您脑子里这个想法让大家伙能够挣钱能够致富改变自己这穷日子的这个想法发生什么变化了？党和政府培养我这个现在的位置台阶吧，是高了，范围就大了。那么你要光辅着很多很多的老乡们，你要管着那么多的人，那么多的人都要过上好日子。 أبلغ كاو الإدارة المعنية في المقاطعة بصعوبات الفعلية في تو لون تيان، وبعد حصوله على ملايين اليوانات من أموال المشروع قاد الجميع على الفور إلى توسيع المركز الصحي في البلدة والمدرسة المركزية. ولكن كان كاو يعلم جيداً أن أكثر ما يفتقر إليه أهل البلدة هو طريق إلى العالم الخارجي، وفي تلك السنة لم يكن هناك سوى طريق بريدي واحد للبشر والخيل عرضه أكثر من متر وطوله 65 كيلومتراً يربط بين بلدة تو لون تيان ومركز محافظة كونشان. وكان هذا هو أول طريق بني لأبناء قومية تو لون بتمويل من الوطن في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. اختصر هذا الطريق رحلة شعب تو لون إلى مركز المحافظة من أكثر من شهر إلى 7 أيام، لكنه أيضاً لم يلبي احتياجات التخفيف من حدة الفقر، كما كانت الثلوج الكثيفة تسد الطريق إلى الجبال في الفترة من ديسمبر إلى يونيو من العام التالي، ما جعل تو لون تيان جزيرة معزولة عن العالم. بذل كاو تو رونغ قصارى جهده لجمع الأموال لبناء الطرق، وبعد 4 سنوات من البناء الشاق اكتمل بناء طريق تو لون تيان السريع من مركز محافظة كونشان إلى بلدة تو لون تيان، وفتح أمام حركة المرور عام 1999، وشهدت حياة قومية تو لون تغييرات مرضية. ومع ذلك، نظراً لأن معظمه يقع فوق خط الثلج على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، ظل طريق تو لون تيان السريع خارج الخدمة خلال الأشهر الستة التي تتساقط فيها الثلوج الكثيفة، وأصبح عقبة في وتيرة التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الرخاء لقومية تو لون. 我们斗龙村才走5000年，人家走100年，我才走50年，人家走1年，我才走8年，怎么干得上？اختراق الجبال المغطاة بالثلوج هو حلم شعب تو لون. أصبح فتح نفق تحت خط الثلوج لتجنب تراكم الثلوج على الطريق هو الهدف التالي لكاو. وفي عام 2003 انتخب كاو ممثلاً للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني العاشر. وخلال دورتي المجلس الوطني عكس كاو للقيادة المركزية الصعوبات التي تواجهها قومية تو لون. 您当时有多大的谱说这个问题我还是能解决？当地政府对我们非常关心，这个就是基础了。我自己也是，当时也是充满信心，而且能够相信老乡们的愿望能够实现。 حظيت مشكلة صعوبة تنقل قومية تو لون باهتمام كبير من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والدولة، ووضع بناء نفق طريق تو لون تيان السريع على جدول الأعمال. وفي عام 2006 انتخب كاو نائب مدير للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لولاية نو تيان، وحينها طلب من المنظمة نقل المكتب إلى تو لون تيان. وبعد ذلك انتقل كاو إلى منزل قديم متهالك على ضفاف نهر تو لون.
وعمل كاو في المحافظة لأكثر من 20 عاماً، وتكدست أسرته المكونة من 4 أفراد في منزل قديم مساحته تزيد على 40 متراً مربعاً. وعرضت عليه الولاية عدة مرات أن تشتري له منزلاً، لكنه رفض ذلك بشدة.当时呢，大以后，当然是还跟我卖房子的二十五万块钱。你拿了这笔钱没有啊？没有呢，我们农家社会非常贫困，都农村非常5万块钱可以一栋房子嘛，亏这些物价人的问题嘛。这是待遇，这不是说非分的。这个我知道，光是我一个人也有那个待遇。你这个人呢，良心是什么石头长出来的嘛？是木头噻，人呢良心呢，都在。肉长出来的，其实你一个人也不踏实，又这个待遇不保险。那您觉得什么保险？大家有了，你也有了，我也了保险，你才有，人家没，人家是没有了，也不保险。منذ المؤتمر الوطني 18 للحزب الشيوعي الصيني، وبرعاية اللجنة المركزية للحزب ومساعدة مختلف قطاعات المجتمع، أطلق مشروع تعزيز تقدم البلدة بأكملها ومساعدة القومية بأكملها في بلدة تو لونتسيان. وبدأ رسمياً بناء النفق السريع في تو لونتسيان الذي يبلغ طوله 6.68 كيلومتراً واستثماراته 340 مليون يوان، مما جعل كاوتو رونغ أكثر انشغالاً. وفي كل عام للثلوج كان يشارك موظفي مكتب النقل في أعمال إزالة الثلوج من الطرق، وذات مرة دفن هو واثنان آخران بسبب انهيار جليدي مفاجئ، ولكن لحسن الحظ اكتشفهم سائق المحملة الموجود في الموقع في الوقت المناسب وأنقذهم. وفي حديثه عن مواجهاته للموت عدة مرات قال كاو ببساطة: من المفترض أن يقود القادة والكوادر الجماهير للعمل معاً، ولن يبنى الطريق إذا لم نعمل، وإذا عملنا يكون الطريق تحت أقدامنا. وفي 10 أبريل عام 2014 افتتح نفق تو لونتسيان السريع وسط هتافات الجميع، وكان مواطنو تو لون الذين شهدوا تلك اللحظة متحمسين للغاية. 千年的铁树开花了，万年的冰雪融化了，多隆多的你啊，实现了多隆多。في نوفمبر عام 2015 انتهت عملية تجديد طريق تو لونتسيان السريع وفتحه أمام حركة المرور، واستبدل الطريق المرصوف بالحصى الوعر برصيف أسفلتي أملس، مما أدى إلى اختصار الرحلة من مركز المحافظة إلى بلدة تو لونتسيان من 3 أيام إلى 3 ساعات. وفي ذلك العام تقاعد كاو تو رونغ بفخر وشرف، وبعد تقاعده أطلق عليه القرويون لقب قائد المحافظة، ولكن قائد المحافظة هذا كان دؤوباً ويعمل من مشرق الشمس إلى مغيبها. وفي عام 2018 انتشل أبناء قومية تو لونغ بالكامل من الفقر، ولم يتوقف كاو بعد تحقيق التخفيف من حدة الفقر، بل قاد الجميع لإنعاش الريف. 多隆村同胞现在家里面都有银行存在，银行卡，现在呢人均是有的15000多的收入，平均呢也是5万以上，现在以前跑出去呢，都回来了，家里面好过了，这次乡村振兴啊，2025年户户都有车，那么户户都自己买的车。 我呢还有一个目标呢，家家要有大学生，都能够过上这个幸福也光也幸福，道路也走也宽阔，那么就这个目标是实现了。国法印染创新，是我内心的执着。 老师您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，打扰了，您好，您好，您好，您好，中午。
我休息的好吗？还可以，还可以，谢谢你，你们辛苦啊！哎呀，不辛苦，哎呀，从北京来，让我们来，非常辛苦。حصلت يويي التي تبلغ من العمر 93 عاما على اللقب الفخري الوطني معلمة الشعب قبل 3 سنوات، وقد أجرت عملية جراحية كبرى منذ حوالي شهرين. 看到您，您精神很好。我这个人就是医生讲我的精神状态很好，也活到这么大了，不是新社会的老力吧早死了，哪里有那么多钱去看病啊？真的，我说我一辈子是带着感恩的心情在工作。بعدما عملت يويي في مجال التدريس لمدة 70 عاما، دربت 3 أجيال من المعلمين من الدرجة الممتازة، مما جعلها محبوبة في قلوب عدد لا يحصى من المعلمين الصينيين. وفي عام 1937 هاجم الغزاة اليابانيون مدينة تشانسيان بمقاطعة جيانسو، وأجبرت المدرسة التي كانت ترتادها يويي على إغلاق أبوابها. وفي حصة الموسيقى الأخيرة علم المعلم الشاب الأطفال أغنية سو أو يرعى الأغنام. 老师教一句我们就唱一句，结果教着教这个老师就非常激动了以后他就流泪了，他说明天学校就关门了，我们一定要打回来。当时我们小孩子啊，没有听到过那种大字眼的了，但是老师的这种激情，这种流泪了，让我们那个幼小的心灵啊，一下子就是啊，懂事了。انتقلت يويي إلى مدرسة جانتيان المتوسطة، وكان شعار تلك المدرسة كل شيء من أجل الأمة. 学校的校训一切为民族，这个五个大字就成为我的血液里头的最最重要的东西。基础教育是给人从事基本建设的，基础这个根啊要打得正，扎得深，它就不会被风吹雨打歪掉。如果从小根是不正不深，这就不行了，基础不牢，地动山摇。قبلت يويي في جامعة فوتان في سن 18 عاما، وبعد أن تخرجت في الجامعة عام 1951 حققت يويي ما أرادت وأصبحت معلمة للتاريخ في مدرسة شنغهاي الثانية للمعلمين السابقة. وبعد 8 سنوات تحولت من تدريس التاريخ إلى تدريس اللغة الصينية بسبب احتياجات العمل. 书记找我谈话，语文组要青年教师，那个时候语文组没有女老师，你要去教。哎呀，我说书记啊，我不是说中文人来啊。他说我们打仗这样把国民党的军队都打掉了，也不是都是军政大学毕业的，就去学。我说我连波普莫夫都不认识的，您就连汉语拼音不认识的呀？那时候都没学过，那个时候没有学呀，语法不知道的啊。您自己有一个信念吗？我是想做一个好老师，这是我的追求，就是切不可误人子弟。哎，为什么？小时候教错了一个字，他可能会影响他一辈子，改不过来。我的一个梦想就做一个好老师，无论如何不能耽误孩子青春。لكي تصبح معلمة لغة صينية تعطي الأطفال التوجيه والعون الأقل وأن لا تضيع ربيع عمرهم، كانت يويي تعمل يومياً قبل الساعة 9 مساء وتدرس بعدها. وعلى مدار 2 أو 3 أعوام اطلعت على النحو والبلاغة والمنطق والمعرفة الأدبية والتاريخية والفلسفية التي يجب أن يمتلكها معلمو اللغة الصينية في المدارس المتوسطة، بالإضافة إلى الأعمال الشهيرة للأساتذة الصينيين والأجانب. 语文、语言文字绝对不只是工具，因为我们多少年来，这个新学堂，所谓新学堂就是西方来的这个学堂呢，它受这个工具理性的影响，往往把知识则看成是工具。其实所有的知识里头，它里头都有科学的含量、人文的含量的。只有语文这个科是直接指向人的，语文就是人生。语文的水平，表达的水平，就是这个人的气质、品格、
所以您说学好语文才能学好怎么做一个中国人。对，你的教育你一定要有中国特色，你没有民族特色这些不可能走向世界的。你四大文明古国其他三个没有了，就是你中国，你教育不延续下来你怎么可能呢？所以我一直有这么一个问号。中国，您是想自己把这个问号打开？哎，对，解答了，就是一定要有中国自己的这个教育学教师学。中国的教育啊，我一定要跟我自己中国的教育的教情学情国情结合起来。بسبب إحساسها القوي برسالتها تجاه التعليم، فإن يي غالباً ما تقول حب المعلم يتجاوز علاقة الحب بين الوالدين وأبنائهم، والطلاب هم عالمي. 稍微开一点啊。بسبب احترامها وحبها للأطفال، تستطيع يي دائما إيجاد طرق لجعل الأطفال يقعون في حب اللغة الصينية والتعلم. 我可以把那个对语文恨得要死的人，做个教导不恨了，很喜欢。到最后不是考取大学吗？真的？他数学比较好，但是语文一塌糊涂，错别字连篇。我就发现他有个兴趣，个小男孩。一天到晚哭就管嘛，卷在那个膝盖上面，那个脚上经常都是泥，干嘛做鱼做虾？哎，我说这样啊，我办公室里有个脸盆，你把那做的鱼啊虾啊，你养到我这里来，你每天来看他哦。我其实培养他的观察力，培养他的耐心。结果他写了一篇文章，我真的写不出来，写的生动啊。他写的乌龟跟龙虾打架，这个龙虾是怎么样先把它腰弯起来，然后再这样，因为他看得仔细啊。那么我就把他找到办公室来，我就帮他一边改，这个字错了，那个字错了啊。他不好意思，他于老师，我错的那么多。我说不要紧的，慢慢你就会改正的。然后我讲评的时候就把它印出来，啊，印了几篇文章，他是其中一篇。讲给他听，我说他好在什么地方，对吧？就是因为仔细的观察，你要写出东西出来，你一定要培养自己的观察能力。学生都很惊讶，晓得他语文从来不及格的呀。دعيت يي لتحاضر فصلا مفتوحا للغة الصينية يبث على الهواء مباشرة إلى المدينة بأكملها، فاختارت يي أغنية طائر النوء العاصف للأديب ماكسيم غوركي. وفي ذلك العام أيضاً اجتاز فصل التخرج بقيادة يي اختبار القبول بالجامعة، وفي عام 1978 اختيرت يي التي كان لها عمل متميز ضمن الدفعة الأولى من معلمي الدرجة الممتازة في البلاد. وفي منتصف ثمانينيات القرن العشرين عينت يي مديرة لمدرسة شانغهاي الثانية للمعلمين. 做一个教师转到做校长，您觉得这个中间的区别特别大吗？从工作上来讲范围更大一点，但是很多问题思考的我都思考过。比如说我学校劳动教育，现在强调劳动教育了，我学校120几亩地没有一个清洁工的，全是老师跟学生自己。为什么？只有自己付出劳动建设美好的校园，他才知道你的劳动的价值。因为我培养的师范生将来都要去做教师的，如果身体很懒没有劳动习惯，他怎么培养孩子啊？您怎么考核他们？我考核啊，我都非常具体的，我的考核都很简单，反正有20几个班级轮嘛，总归是20几天里头有一天是不上课的，负责全校劳动检查到各个岗位。大家有没有人会说您特别严厉，或者说呀管得太多了？会吗？我是制度管人，我这讲道理，所有的制度是思想先行。比如说我都是做错，全是自己打扫，鞋子一条线，热水瓶一条线，毛巾一条线，随时都是开放的，都可以检查的。我不是做给人家看的，我是要孩子自己养成自己要管理自己的能力，这点太重要了。你比如说倒饭，我一看这干就干的，不
不得了啊！我很简单，食堂里拿个脸盆，我把甘蔗缸里头馒头啊这些啊捞出来，我就一个一个教室去讲。我们不是培养大少爷大小姐，我说你们小学一年级就学了，谁知盘中餐粒粒皆辛苦啊，怎么倒得下来的？我们西部中部那么穷啊，你怎么忍心倒下来的啊？您是校长啊，您就一个班一个班的去讲啊。我讲孩子很感动了，然后制度保证，女孩子二两饭吃不下，你买一两半嘛，你可以灵活嘛，对吧？管理育人，主要是育人，育人它是水磨的功夫啊，不是做个报告就行的。不是说来这儿检查检查看一看，大家课讲的好不好，穿戴的整不整齐？我们不到。随便哪个领导的老师学生不知道的是什么样就是什么样，但是你平时要有规矩。因为我在讲，你学校你都不能够作为社会主义精神文明弘扬的场所，你办什么学校？所以您说了一句话，说我一辈子做教师也是一辈子学做教师，真的学做老师。老师是学不完的，因为孩子变化很大啊，对吧？有的个性非常强，跟这个班主任啊矛盾很大，你都要帮他解的。个性很强的，往往他有他的独特的优势，都是人才。اجتذبت مدرسة شانغهاي الثانية للمعلمين التي جددت طلابا متميزين من المدارس الإعدادية من مختلف المناطق والمحافظات في شانغهاي للتقدم، ودربت عددا كبيرا من المواهب للتعليم الأساسي في شانغهاي. وفي أوائل التسعينيات كتبت يويي مقالاً بعنوان تعزيز العلوم الإنسانية وإصلاح العيوب، وطرحت من خلالها أن وحدة الأداتية والإنسانية هي السمة الأساسية للغة الصينية، وقد أدت وجهة النظر هذه إلى تغيير عميق في طريقة تدريس اللغة الصينية في الصين. 当我们用自己的母语用汉语去表达故事情感和力量的时候，对啊，可这种教授其实对于老师来说是很大的挑战吧。我想为什么是讲灵魂工程师，其实习主席啊讲得非常精辟，他老师是做什么工作的呀？是传播知识、传播理论、传播真理的，塑造灵魂，因此要培根铸魂。你中国人今天能够在中国有这样的地位，多么的不容易啊！我们削弱了那么多年啊！我说我这个为什么要强调这么强调德育？为什么要立德树人？就是这，对吧？你要晓得你是中国人，你要有中国心啊！الآن ما زالت يويي تدون آراءها ومقترحاتها بشأن التعليم الصيني يومياً. ومن وجهة نظر يويي لم يكن التعليم نتيجة على الإطلاق، لكنه بمثابة عملية تتكشف فيها الحياة. أما هي فمثل شمعة حمراء مثبتة على منصة بطول 3 أقدام مع تلك الأضواء الخافتة الممتدة إلى ما لا نهاية. 因为我在想做老师本身呢它主要的就是为别人来了建立平台的，因为你的价值是在学生身上体现的，你的生命是在学生身上延续的，让他成长那是一种非常快乐的事情。你让我想到老师这个职业也是这样的，你把学生培养出来，这就是你整个的追求的生命的价值。我们就是要有这种胸怀了，对吧？所以我说老师他不仅是技能技巧，他是确实要有宽广的胸怀。大先生啊，是大爱啊，所以我说责任大如天啊。